الرياضة عموما تدعو للاحترام والسلام، يعني لا تدعو لشيء آخر. أكيد الرياضة دايما أكيد، تدعو للاحترام والتنافس مع الاحترام، التنافس طبعا تنافس طبعا مع طبعا الاحترام والسلام والمحبة. حقيقي، يعني أنا هقول لك والبعد حاجة، عن التعصب. دي ملهاش دعوة، ملهاش دعوة بالتعصب، بس أنا لا يمكن يحصل تعصب في حاجة أنت شفتها وأنا شفتها ومحمود شافها وزيد شافها. يعني إيه؟ يعني إحنا الأربعة شايفين حاجة واحدة وبنتكلم فيها وبنتناقش، نعم بناخد وجهات النظر ونتناقش فيها، إنما أنت تقول أنت شفت حاجة والتلاتة التانيين ما شافوهاش، لا، يبقى المشكلة عندك أنت، صحيح، يبقى الطرح في حد ذاته عندك أنت غلط. وأنا شايف إن يعني لو أنت يعني على الأقل نتعلم من المغرب اللي بيحصل في المغرب، مثلا لازم ما احنا اللي بيحصل في قطر ده لازم يكون، انت تعالى اتفرج على قناتين ما شاء الله عاملين ازاي، مش عشان ما نقولش بس ده اعلان للقناتين ولكنهم يا اكبر عم قول قناتين، عادي. مثلا بي ان والكاس في ماتشات كاس العالم، تعالى اتفرج على الطرح وتعالى اتفرج على الشغل. انا عايز اقول لك حاجه، مذيع الشارع لما كانوا بيلعب فرقه البرازيل بتلعب في الكاس، بيجيبوا المذيع بيتكلم لغه عربيه وبيترجم برازيلي، يروح ماتش الارجنتيني يترجم ارجنتيني، يروح ماتش المانيا يعني كل مذيع فيهم عنده 3 4 لغات عشان يشتغل. طب ما هو ده دي الطبيعي، اساسيات، ده الطبيعي، ده صحيح اساسيات، صحيح صح ولا لا؟ طب صحيح. احنا بقى لسه بنتناقش في الفرخه ولا البيضه ولا الكتكوت؟ لا، يعني لازم يبقى لازم الكلام، الموضوع يعدي الكلام ده لازم، بكتير. لا لازم يبقى كل حاجة ليها أصول، كل حاجة ليها ثوابت، كل حاجة تبتدي تشتغل عليها تشتغل بعلم ومعرفة، مش بعشوائية مطلقة. تمام.